خوتي البرلمانيين، باسم الحزب ديالنا اللي هو حزب النوم والراحة، عندي لكم جوج ديال الأسئلة السيد الوزير. السؤال الأول، هاد الناس مساكن المواطنين كيتشكاو من القوات تسفوس من الدار، واش عباد الله العيالات باش يقطعوا الكوزينة خصهم يتنقزوا، قادوا طويل غادي في الدار ماشي حشومة. على هاد الناس فين شافوا المهندسين ومنين دبروا عليهم؟ تعطيو الناس يسكنوا في هاد السكان مكرفس، القانون في وسط الدار والروائح الكريهة، مش معقول مش معقول. والسؤال الثاني، السؤال الثاني خليني ندوي، السؤال الثاني الضو، وكيجيهم العافية والضو غالي يا عباد الله. واش عباد الله كاين عنده أبونة وحدة وبيت واحد وكتجي زبالة ديال الفلوس ديال الضو؟ مش معقول السيد الوزير. يلا كلمة ليك السيد الوزير. كلمة سعادة الوزير. عندك تسالوني كنت ناس، انا ما ناس، ولكن كنت كنفكر لكم في الحلول. دويتوا على القوادس، مزيان قربوا القوادس من المواطنين، تقريب الاداره من المواطنين وتقريب القوادس من المواطنين. اما بالنسبه للضو كاين بولات كيديروا 5 دراهم، سهلين اقتصاديين، بولا وحده روبيني واحد وزيدون. بالنسبه للقوارص المواطنين اغلبها وقتها الشام تينقزوا، ينقزوا حتى القواديس. والله العظيم وما تسالوني حلوف، انا والله ايه ما كنخلص الموضوع والفيرمه ديالي كاع الفيرمه ديالي انا، والله الا في 100 المراه والضو اللي فيها واخدينها من البوطو ديال الضو ديال برا. عندك تصحبوني ناس وخلوني نتكا شويه باش تلقى لكم الحل.